Hello everyone, this is Mr. Silman. معكم الأستاذ سلمان. في فيديو اليوم راح نشوفوا مراجعة في اللغة الإنجليزية لتلاميذ سنة أولى متوسط. هذه المراجعة راح تكون مفيدة بزاف، خاصة بالمقطع الثالث، يعني الفصل الثاني. Me and my daily activities، يعني أنا ونشاطاتي اليومية. هذا المقطع الثالث، Sequence 3. Okay. هذه المراجعة حضرت لكم مراجعة مفيدة بزاف، إذا تابعوا الفيديو الأخير، مراجعة شاملة راح تعاونكم بزاف في التحضير للفرض وكذلك للامتحان. إذا تابعوا هذا الفيديو للأخير راح تفهموا الدروس كامل دروس هذا المقطع. ما تنساوش تعملوا لايك لهذا الفيديو وخليوا لي تعليقاتكم، تعليقاتكم تشجعني بزاف وتخليني نتحمس ونقدم لكم المزيد بإذن الله. نتمنى التوفيق للجميع. نبدأ في المراجعة Sequence 3، المقطع الثالث بعنوان Me and my daily activities، يعني أنا ونشاطاتي اليومية. تقدروا تلقوا my daily activities ولا my daily routine، يعني روتيني اليومي. My daily routine كما راهو موضح في هذا الصور، حاولوا دائما انكم تكرروا معايا الكلمات، يعني ترددوا ورايا قراءة الكلمات هكذا تشفوا على الكلمات وكذلك تتعلموا النطق الصحيح. I get up. I get up. I wake up. I wake up. يعني انا استيقظ، انا انهض. I get up. I wake up. I have my breakfast. I have my breakfast. يعني أنا أتناول فطوري. I go to school. I go to school. يعني أنا أذهب إلى المدرسة. I play with my friends. I play with my friends. يعني أنا ألعب مع أصدقائي. I have my dinner. I have my dinner. يعني أنا أتناول غد عشائي. أنا أتناول عشائي. إذا تلاحظوا الوقت 8:15، أثناء 8:15 ليلا. كل نشاط راه محدد بزمن معين. I watch TV. I watch TV. يعني أنا أشاهد التلفاز. I do my homework. I do my homework. يعني أنا أنجز واجباتي المنزلية. I take a shower. I take a shower. يعني أنا أستحم. I have my lunch. I have my lunch. يعني أنا أتناول غدائي. I go to bed. I sleep. I go to bed. I sleep. أنا أنام. My daily activities. نشاطاتي اليومية ولا نقولوا my daily routine. يعني نشأ روتيني اليومي. هنا لاحظوا هذه الجمل مع الترجمة باللغة العربية. I get up. I wake up. أنا أستيقظ. I wash my face. أنا أغسل وجهي. I brush my teeth. أنا أفرش أسناني ولا أنا أنظف أسناني. I pray. أنا أصلي. I have breakfast. I have my breakfast. أنا أتناول فطوري. I have lunch. I have my lunch. أنا أتناول غدائي. I do my homework. I do my homework. أنا أنجز واجباتي. I play with my friends. أنا ألعب مع أصدقائي. I watch TV. أنا أشاهد التلفاز. I have dinner with my family. أنا أتناول العشاء مع عائلتي. I take a shower. I take a shower. أنا أستحم ولا أخذ دش. I go to sleep.
I go to bed. أنا أذهب للفراش ولا أنا أنام. Parts of the day. يعني أجزاء الأقسام النهار، أقسام اليوم. يعني الأقسام اللي تكون منها اليوم. Morning. هي الصباح. Morning. يبدأ بشراقة الشمس. Morning. هنا ينقولوا good morning. Afternoon. Afternoon. بعد الظهر. يعني بعد 12 ظهرا. يعني بعد منتصف النهار. في منتصف النهار هي نون. Okay. نون يعني هي ساعة 12 ظهرا. Okay. نون. Afternoon. بعد الظهر. Okay. هنا بعد الظهر. يعني الشمس تكون في وسط السماء في المنتصف. Evening. Evening. المساء. Evening. عند غروب الشمس حيكون Evening. Night. Night. الليل. يعني حيكون كاين قمر ونجوم، حيكون ظلام. الليل. Night. Morning. هنا راح نقول good morning. Afternoon. نقول good afternoon. Evening. نقول good evening. Night. Good night. ليلة سعيدة. بلا ما نساو نون هي منتصف النهار. Okay. Simple present. Simple present هو زمن المضارع ولا زمن الحاضر. Okay. هنتعرفوا على مجموعة من الأفعال اللي خاصة دائما بالروتين اليومي. To wash. يعني تلقوا الفعل هنا كاين to بين قوسين. يعني هنا راح يكون في الانفينيتيف يعني غير مصرف. Okay. To wash. يغسل. To go. يذهب. To do. ينجز ولا يفعل. To brush. يفرش. ينظف الأسنان. To pray. يصلي. To play. يلعب. To be. يكون. Verb to wash. هنصرف مع الضمير I. Okay. أنا. I wash. أنا أغسل. I go. أنا أذهب. I do. أنا أنجز ولا أنا أفعل. I brush. أنا أفرش الأسنان. I pray. أنا أصلي. I play. أنا ألعب. I am. هنا الverb to be يتصرف I am. مع الضمير I هنقول I am. نقدر نقول I am ونقول اسمي. Okay. I am. To ask for the time I use. يعني للسؤال عن الوقت وللسؤال عن الزمن أنا أستعمل هاد السؤالين. يعني إما نقول What time is it؟ على شكل سؤال. What time is it؟ What time is it؟ كم الساعة؟ إذن حنجاوب بالساعة. It is 1 o'clock. هذا مثال فقط. It is 1 o'clock. إنها الواحدة تماما. What's the time؟ نقول What's the time؟ كم الساعة؟ Okay. دائما نجاوب بالزمن. It's 1 o'clock. إنها الواحدة تماما. لاحظوا هنا It is 1 o'clock. الفرق فقط It's. نقدر نقول It is 1 o'clock ولا نقول It's 1 o'clock. نفس الشيء. لاحظوا مثلا هذه الساعة عندنا الثالثة تماما. Okay. ثالثة هي رقم ثلاثة 3. ساعة الثالثة تماما. إذا نقول What's the time ولا What time is it؟ نسأل نطرح سؤال كم الساعة؟ نقول What time is it؟ ولا نقول What's the time؟ What's the time؟ ما هي الساعة؟ ما هو الوقت؟ It is 3 o'clock.
ثالثة تماما. It is 3 o'clock. ولا نقولو It's 3 o'clock. Okay. أتمنى أنه واضح. Prepositions in, on, at. هذو نستعملوهم للتعبير عنا على الوقت ولا على فترات على أقسام اليوم. Okay. In parts of the day. يعني إن حستعملوها في حالة تكون عندي أجزاء الأقسام اليوم. Parts of the day. نستعمل in. Okay. Parts of the day اللي كنا شفناهم هذو. وما parts of the day هي morning, afternoon, evening, night. Okay. إذن هنا يا. In رح نستعملها parts of the day مع months الأشهر. Years الأي السنوات. Months هي الأشهر. Years هما السنوات. نشوفوا examples. In the morning في الصباح. In January في شهر جانفي. In 2024 يعني في عام 2024. نشوفوا هذه الأمثلة. In the morning I wake up and have a cup of coffee. In the morning يعني في الصباح. I wake up أنا أستيقظ and have a cup of coffee وأتناول فنجان من القهوة. In June في شهر جوان. In June the flowers bloom beautifully in the garden. In June في شهر جوان the flowers الأزهار bloom beautifully in the garden. Okay. يعني هنا يا. هنا تكون رائحتها جميلة في الحديقة. In 2024 في عام 2024 I will graduate from university and start my career. يعني في عام 2024 أنا سوف أتخرج ولأنهي دراستي من الجامعة وأبدأ في العمل. Okay. هذه فقط أمثلة للتعبير على إن استعمالات إن. لاحظوا in the morning in January in 2024 in the morning in June مثلا مع الأشهر شفنا بلي إن استعملوها مع أقسام اليوم morning evening afternoon. Okay. Months الأشهر years السنوات. شوفوا on نستعملوها مع days of the week. Days of the week يعني أيام الأسبوع. مثلا on Sunday في الأحد ولا يوم الأحد في يوم الأحد. شوفوا هذا المثال. On Sunday I visit my grandparents. On Sunday في يوم الأحد I visit my grandparents أنا أزور جدي. هذا هو معنى هذا المثال. Okay. On Sunday يعني كي يعودوا عندي الأيام راح ندير دائما قبلهم on ما روحش ندير in كي تعود عندي morning evening afternoon راح ندير in. Months مثلا عندي شهر راح ندير in. كي تكون عندي سنة راح ندير in. إذا كان عندي يوم من أيام الأسبوع اللي هما Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. نحن ندير on. Okay. قبل الأيام نستعمل نضع on. At نستعملها قبل ساعات يعني عند الوقت. في الوقت ولا نستعملها قبل night كلمة night. Okay. في night نستعمل at. نستعملش in. In ذكروا جيدا. لازم نركز جيدا. In سملها مع morning in the morning, evening in the evening, afternoon in the afternoon. Okay. لكن مع night نستعمل at. Okay. At نستعملها مع hours يعني الساعات الوقت الزمن. Example at 7 o'clock. ولا نقول at night. Okay. كتعود عندي night نضع قبلها at. Okay.
انتبهوا جيدا. At 12 o'clock يعني عند الساعة 12 تماما I have lunch with my family يعني عند الساعة 12 تماما at لاحظوا عندي ساعة هنا 12 o'clock عندي at okay. At 12 o'clock I have lunch with my family أنا أتناول الغداء مع عائلتي. At night I watch TV. At night I watch TV يعني في الليل أنا أشاهد التلفاز. أتمنى أن واضح هذا الشرح بخصوص prepositions in, on, at. أي استفسار خليوا لي في التعليقات بإذن الله رح نحاول أني نرد على كامل التعليقاتكم. لهنا رح نسأل At what time? At what time? هنا السؤال يبدأ ب At what time? في أي وقت؟ When? متى؟ Okay. At what time? رح نجاوب ب At زائد الزمن. Okay. At what time? يعني في أي وقت؟ رح نجاوب بالوقت. Okay. رح ندير At زائد At plus time. يعني At زائد الوقت ولا زائد الزمن. مثلا at 9 o'clock عند التاسعة تماما at 9 o'clock لأن السؤال كان at what time في أي وقت okay. إذا كان السؤال يبدأ ب at what time رح نجاوب بزمن at لازم تكون كان at زائد زمن at plus time مثلا هذا المثال at 9 o'clock يكون السؤال فيه when متى إذن رح نجاوب مثلا in the morning في الصباح in the evening في المساء إذا كانت night رح نقول at night okay ولا on Saturday متى مثلا في يوم السبت رح نقول on Saturday okay أتمنى أنه واضح كاين سؤالين مثلا إذا كان السؤال ب at what time رح نجاوب بالزمن okay بهذه الطريقة كما شرحت لكم إذا كان عندي when رح نجاوبه واحدة من هذه الإجابات okay. متى The pronunciation of final S يعني نطق الأس في النهاية في نهاية الكلمات S يعني نطق تاع S عندنا ثلاث أصوات لنطق الأس في نهاية الكلمة عندنا هذا الصوت هذا الصوت ز هذا الصوت إز عندنا أس يعني نسمع صوت في آخر الكلمة كي نجي نقرأ الأس نقرأها أوكي إذا كان الحرف الأخير في الكلمة هي P ولا T ولا K F ذ TH أوكي لاحظوا هذا المثال هذه الكلمة تنتهي ب T okay. T وراها S الأس في آخر الكلمة إذن تنطق لاحظوا pets pets شوفوا الحرف اللي قبل الأس هو K K هذه الكلمة ننطقها books books لاحظوا صوت لنطقها صوت إذا كان الكلمة تعالى تنتهي ب بي أو دي يعني واحد من هذه الحروف بي دي جي ال ام ان ار دبليو واي في او لاحظوا هذا المثال تنتهي ب دي دي beds beds هذا المثال تنتهي ب واي لاحظوا days days اتمنى انه واضح اذا كانت الكلمه تنتهي بواحد من هذه الحروف اذا الاس هذيك نطقوها ز ولا تنطق is تسمعوا صوت is في آخر الكلمة. Okay. لاحظوا
يكون عندي الكلمة تنتهي ب S double S C E X Z S H C H G E. then هنا راح تسمع صوت is. لاحظوا هنا هذه الكلمة راح تنتهي ب E S. okay E S تنتهي ب E S. okay لاحظوا activities activities is. لاحظوا هنا يا تنتهي ب E E S. okay كما في هذه الحالة washes washes is. okay اتمنى انه واضح. اذا الاس في اخر الكلمه في هذه الحالات اذا كانت هذه الحروف في الاخير حنسمع صوت س. اذا كانت واحده من هذه الحروف راح نسمع صوت ز. اذا كانت واحده من هذه الحروف قبل الاس راح نسمع صوت إز. إذا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم نهاية هذه المراجعة. أتمنى أنكم استفدتوا. تابعوني دائما. خليوا لي تعليقاتكم. تعليقاتكم تشجعني بزاف وتخليني نقدم المزيد. نتمنى التوفيق للجميع في الفروض وكذلك في الامتحانات الفصل الثاني. نتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله. نقول لكم سلام.